حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم من أرقام البرنامج ويبدي لنا رأيه حول هذا الموضوع. أيضا عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا رقم الواتساب. أعتذر من السادة المشاهدين اللي ما يقدرون يتصلون على أرقام المباشر البرنامج اللي او الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، ما اقدر استقبل باي اتصال. اتمنى تكون رسائلكم متبوعه باسمكم ومكانكم حتى نبين للناس الرساله من وين جايتنا ومن منو. الفيديو اللي طلع بعد شارة البرنامج هو لتظاهره من ذي قار، احدى نساء او بنات ذي قار تردد شعارات وهتافات واهالي ذي قار يرددون وراها. لكن اكو من ضمن الرساله، هي مجموعه رسائل للسياسيين وللعمليه السياسيه، ما يسموها بالعمليه السياسيه، قالت من حكمكم ما اهاب. نعم، الثوره ثوره تشرين هي ابطلت شيء اسمه الطائفيه، وهي ابطلت شيء اسمه الطوائف او طائفه تحقد على طائفة أو طائفة تنظر إلى طائفة أخرى بنظرة دونية أو فوقية. لا، عمر الشعب العراقي ما فكر بهذا الشيء، والثورة أيدت هذا الشيء وبينت أنه الشعب العراقي إيد وحدة. لكن من منجزات الثورة أيضا الخوف من هؤلاء السياسيين، والخوف من ميليشياتهم، والخوف من القمع، والخوف من الإيرانيين، والخوف من كل من عنده سلطة بالعراق. بطل موجود، بطل الشعب العراقي خاف، لا نساء لا رجال، لا شباب لا كبار لا صغار، ولا أي شخص بالعراق اليوم يخاف من هؤلاء. بالعكس، هم خائفين من الشعب العراقي، والدليل تخبطهم. الدليل الشعب العراقي لما ينظر إلى الموجودين الآن ينظر لهم إلى أنه هم عبارة عن طوفان راح يكتسحهم، دا يحاول بشتى الطرق أنه يحاول يسيطر عليهم. لكن الشعب دا يثبت انه هو صاحب الكلمه. الصوره اللي دا تشوفوها هسه
هذا شهيد من شهداء الثورة. كل دم أو كل قطرة دم تروح بالعراق اليوم في هذه الثورة، بساحة التحرير، على جسر السناك، على جسر الأحرار، على جسر الشهداء، على جسر الجمهورية، كل قطرة دم تروح على جسر الزيتون بالناصرية، كل قطرة دم تروح بالبصرة وبذيقار، وكل قطرة دم تروح بالنجف وبكربلة وبابل وبكل مكان، هي عبارة عن مي يزقي الثورة. شقد يحاولون الحكومة أو السلطة أنه تخوفهم، لكن دا تكتشف أنه كل قطرة دم هي دافع إلى الثائرين أنه يبقون صامدين. أحلى فقرة، احنا شفنا الثوار بساحة التحرير شنو سووا؟ نظفوا النفق مع ساحة التحرير، رسموا على الجدران، سووا مكتبة بناية المطعم التركي المسمى الآن جبل أحد، صبغوا الأرصفة، نظفوا الشوارع، رصفوا الدرج. لكن أكو فيديو جديد، سووا معرض، معرض سووا هو معرض للشهداء، خلونا نشوفه. هذا الفيديو أو هذا المعرض هي مقتنيات الشهداء بالعراق أو المقتنيات الشهداء اللي استشهدوا بساحة التحرير، موجودة بها أيضا ملابسهم، غراضهم، وثيابهم اللي لبسوها، والصدار البيض اللي استخدموها المسعفين الشهداء، يعني موجودة في سقف المعرض، وحوطوا المعرض في سور من شريط طبي يستخدم لتضميد الجروح. فسووا معرض يستذكرون به الشهداء، كل شيء دا يسوون الشهداء، عفوا المتظاهرين والثوار. سووا مركز لإعادة الأشياء المفقودة، مركز للمفقودات، سووا مكتبة للثقافة حتى اللي قاعد هناك يقدر يقرأ ويقدر يثقف ويقدر يتنور أكثر، سووا معرض للشهداء حتى يظلون يستذكروهم، رسموا وبنوا ورصفوا وسووا كل اللي يردوا. أول اتصال ويانا يعني بالبرنامج اليوم من العاصمة بغداد، أم هيثم، حياك الله يا أم هيثم. الله يسلمك، يحييك الله وليدي. هلا بيك يمه، تفضل. الله يسلمكم، الله يديمكم، الله يديمكم ذخر لهاي الشباب. لو سلمك. ما صوتكم الطيب ما تقدر نوصل لها النتيجة، ولا نقدر نوصل هاي الأشياء. نعم. أنا أقول كلمة واحدة للشباب اللي راحوا بعمر الورد. بعمر الورد راحوا. ما أنا يمكن تعبيري كأم. نعم. أقول أعتب على كل واحد عنده شارد وعنده عقال على راسه، قطرة من قطرات ثم يخليها تروح هدر، قطرة، لأن قطرة من قطرات الشريف العراقي حريمة تروح. وإذا تنظر إن إحنا شبعوا بينا كتل الإيرانيين، ما كفاهم ذيك الحروب، لحد الآن من يجون علينا يقولون وياكلون بخيرنا ويقولون انتم اللي قتلتوا اولادنا، ولك لعد اولادنا تسوى راسك اللي راحت. يعني انا لحد الان اعتب على شيء واحد. نعم. اعتب على اللي قاعد مفتح بمحل، واعتب على اللي داوب بدائره، وهاي الشباب دم هيسيل بالشوارع. وهاي الشباب أقول أسباع وليل الظلم ما يحابونه، عراق وبالأصل فنهم يقحمونه، يا دم العراق يفور تحجي وتلعب عيونه، الفرح مع الروح لنا وما ينحونه، هذا من السبع ومخيف حق ما يضيعونه، لا والله وحق راسك، لا والله وحق جفك، لا والله وحق
كل قلب يقرأ الفن أنا بسيداني أشر وده بأثر وده أطلب دمعاي الصبيان منكم والله أريد أنه على بخت القعد بالبيت ودم ابني يسيل منه أمشد أنه وطلب أنه أنا أم بحليم اللي رضعتو هم شفتو ابني من وقع شلتو أنا أم الشهيد اللي دفنتو يحلفونا وبدم الصافي يحلفونا وشكرا خالة شكرا لك أم هيثم. أبو أحمد من النجف حياك الله. حياكم الله وحيا قناة المباركة. حياك الله. تحية وسلام إلى قناة الشرف والعز، قناة الصمود، حياك قناة الله. المجد، قناة الشرف هي ومقدميها وكوادرها نقاط تمشون عليها. يا أنقى يا قناة يا أحزاب، عشتم وعاشت القناة منذ قال لنا القناة شريفة بكادرة فدين. نعم. رسالة إلى آل ابن النجف. نعم. أقول يا رب القناة الأوسط والجنوب وبغداد كفى نعتمد على المراجع، كفى نعتمد على المراجع وقد ولد الأحرار. نحن مرجعنا الشهداء لبسط. نحن مرجعنا المبادئ والبلد الذي نهب. نحن نعتمد على مرجع لي حد الآن يطالب منا. هذا المرجع لم يصدر فتوى يقول يجب كل سياسيين وهذه العملية السياسية. يا سيد السستاني هذا السكوت، يا أبناء الجنوب، يا أب مدينة النجف، بالله عليكم سكوت السيد ليش؟ يا أخوان افهموها، والله لو علي القرار موجود لقال كلهم قلع شلع هذه الأحزاب. يا سيد السستاني اسمع، إذا السكوت علامة الرضا. هناك مهادنات تحت الكواليس، تهدئات تحت الكواليس بعد ما تمت الثورة مستمرة. يا سيد السستاني لو تفتح لن نصغي إليك. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لأنك تواطأت مع الأحزاب على دماء الشهداء. كما جاء داعش وأفتيتم فكانت مصلحتك بالبقاء. بعد ما نسكت الشعب وعه احنا قتلنا. بعد ما نقبل بسمتنا ما يرجعنا إلا الله. نعم. استمر يا مدينة النجف، يا أبناء ثورة 20، يا أبناء الناصرية. تحية لبغداد وللبصرة الفيحاء. أيهمنا ولا نخاف لا من تهجم معاقلين ولا سياسيين. وأقول لكم لن يخصنا السجن ولا الحرس الثوري ولا حزب الشيطان. نحن ثابتون وصامدون. هذا الكلام أقول لك من مدينة علي. نعم. من مدينة علي الكرار. تسقط خل أحزاب جميع العملية السياسية. تحيات للرافدين. نعم. شكرا لك أبو أحمد. من أمريكا أبو علي، حياك الله يا أبو علي. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخوي. احنا نشكر هذه القناة الشريفة. حياك الله، واجبنا. لا شكر على واجب أخوي. أني عزي اشتهد. نعم. وعايز امهاتهم. نعم. وقاربهم. نعم. يا اخي هاي ثوره الشباب وهاي فرصه بعد ما تتعوض. يجب ان يصمدوا على هذا المسار. عندي نصيحه ممكن يعملون بيها او ما يعملون بيها، بعد هم لهم الخيار. نعم. النصيحه اللي هسه الحكومة تشكل كيفها، احنا هاي طبعا الثوار ما يقبلوها، هاي مثيل منها وكل عراق شريفا ما يقبلها، لان هم اذوا الشعب ودمروا وسرقوا وسووا البدع دي.
ما يطول عليكم، لان هذا الحكي صار معروف لكل الشعب. بس عندي اقتراح، اذا يقبلون به الشباب او العراقيين والعقلاء منهم، والشباب هم لهم الحل والربط فيهم ان شاء الله. احنا الشباب، كل الشباب طالعين من جذور عشاير. نعم. فاحنا نريد نفوت هاي الفرصه على ذولا، على رؤساء العشاير العموم. رؤساء العشاير العموم هو مقترح. ينتخبوا يهيئوا، مو ينتخبوا، يهيئوا من كل عشيره عموم هو تتبع افخاذها، طبعا تعرف العشاير بالعراق. نعم نعم. تتبع افخاذها، يهيئون رؤساء عشائر، خمسه او اربعه اشراف متعلمين، مثقفين، علماء، دكاتره، مهندسين، من كل رئيس عشيره يهيئ ذوله. من يهيئ ذوله؟ يجي يعطي اسمائهم وصورهم للمتظاهرين. المتظاهرين يجي ينتخبون واحد منهم، لا يطلعون عندنا فد 400 500، تنزل هاي الاسماء الشرفاء. بعد ما ينزلون السيفي مالهم، لا فساد عنده، لا رشوه، لا وطنيته 100%، لا ذيك الساعه تنزل اسمائهم وصورهم الشباب بساحه التحرير. هم شو يسوون؟ ينتخبون رئيس وزراء من هذولا. وراها ينتخبون الاربع حقائب: الدفاع، الداخليه، النفط، الخارجيه. ورا ذولا الاربع حقائب ينتخبون المتبقي، الوزراء من هذول نفسهم، العينه مال البلد، خلينا نقول عينه العراق، لان هم العشائر هي اللي تنتخبهم وهي اللي تزكيهم. كل من يقدم السيفي واذا اكو عليه شائبه لا يطلع، بس النزهاء لا يكون على مود نفوت الفرصه، على مود لا نقول جيب هذا وهذا يصير في شك وذاك ما ادري شنو وهذا ما يفيدنا وهذا يفيدنا. هذول من كل عشيره خمسه ينزلون قوائم سيفيات مالتهم كامله، تقراها الشعب العراقي يطلع عليهم، وبعد ان تحصل الموافقه عليهم تنحط اسمائهم وصورهم تحت التحرير بالتلفزيون بالقنوات، اللي يخصصون يوم ينتخبون به، ينتخبون رئيس الوزراء من الاول، وبعدين الاربع حقائب والوزراء الباقيه، ويمشي البلد، يمشي البلد. وهذول كلهم قلع دلع، ولا واحد فيهم يجيب الباقيين اللي يدرج يسوون، لان كلهم تعلموا على المال الحرام، وتعلموا على الرشوه، وتعلموا طيب. على دماء طيب. دماء هاي الشهداء اللي راحت هذه، طلع واحد من عندهم حرم دم شهيد. الله اكبر، الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم. احنا شنو ذنبنا؟ 24 ساعه مقابلين التلفزيونات ونبكي لك احنا هجرتونا ودمرتونا وراحت لنا شهداء. ما يخالف، شيلوا بلدكم، انتم مو من البلد اصلا، انتم اصلا من البلد، كلكم مرتزقه. نعم كلكم مرتزقه. والله عندي هسه وثائق عليهم، ان شاء الله ادز لكم اياها. يعني بس الكل شيء انكشف، حتى لا ادز ما يصير، لان الشعب كشفهم وانتهى امرهم. طيب. فانا اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا 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 ابو علي. عدنا من اربيل ابو رواء، حياك الله يا ابو رواء. حياكم الله ومساء الخير. مساء الانوار، تفضل اخوي. يا ميت هلا بشباب العراق بالظافرة ضد الحرامية والفساد بهالحكم الدكتاتوري الفاشل. نعم. أنا بهالمناسبة دا أسمع أخبار عن مندسين ما مندسين، هذول المندسين يدزوهم الأحزاب الفاسدة يحرقون ويقتلون حتى يعطون ذريعة للقوات الأمنية والميليشيات ومبقتل المتظاهرين الأبطال. نعم. وبهالمناسبة أنا عندي قصيدة شعرية. تفضل. كردي بس اعتذر عن الاخطاء اللي يورد بالقصيده. يا شعب شعوب العالم طالبت بوطنها مثل شعب العراق اللي قدم دمها ثمنها. ام الشهيد العراقي ما تبكي على دم ابنها، بل كله ستوا هلاهلها العرس ابنها. نعم. ولك يلا حكيم، ولك يلا حكيم ما تستحي وما تخجل مثل براكش. هاي الشلبة اللي خانت عشيرتها لأجل هامش
يا خاين انت مو ابن العراق، دمك مو دم ابوك، انت ايراني وابن ايراني، خاين وضيع وخادم ابوك. شلون انطاك ايدك تعذب وتقتل اخوك؟ ترتع وتخضع للقاسم، باين هو ابوك. والله راح تموت موتة داعش، موتة براكش، هاي تشلبة بالخيانة ما منها مامش. انت والعامري والولائي والخزعلي شوهتوا تاريخ الحسين، وينك يا علي؟ وان شاء الله منتصرين. نعم، شكرا، شكرا لك ابو رواء. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله والدوم النشمي الغالي الطيب علينا وعزيز علينا استاذي، مثل عادة البرنامج. نعم يا استاذي، هذا السؤال لك. أما بالنسبة لملاحظاتي، نتمنى من السستاني يشور بمن عذب المعتقلين والمحتجزين يا أستاذي، الذين أساءوا التعامل مع السجناء. أيضا يا أستاذي بالنسبة للعلاج وضماد الجرحى المعتصمين والمحتجين يا أستاذي، يجب مراعاتهم وضماد جرحاهم يا أستاذي والاهتمام بهم يا أستاذي. كذلك السستاني نتمنى يصدر فتوى إطلاق سراح المعتقلين والمقتطفين يا أستاذي والمرضى، وكذلك محاسبة من يعذب الأوادم، وكذلك النائبات عليهن المبادرة والنهوض بمستقبل العراق يا أستاذي. وآخر الكلام يا أستاذي، نتمنى من السستاني والمرجعية يدعو للشهداء الذين سقطوا في الاعتصام والاحتجاج، الرحمة والغفران لهم. وآخر الكلام، ابعد عنا كل مكروه. تحياتي لك يا أستاذ. شكرا، شكرا، شكرا لك أخ سعد. مشاهدينا الكرام، المتظاهرين في ثورة تشرين قلت لكم عندهم فعاليات كثيرة، واحدة من الفعاليات أنه متظاهري البصرة سووا مسرحية تحاكي سقوط شهداء ذي قار بنيران القوات الحكومية. خلونا نشوف بعض من هذه المسرحية. فيديو قصير لمشهد قصير من مسرحية سووها المتظاهرين. طبعا هي المسرحية فعليا، هذه المسرحية تحاكي الواقع اللي صار بمحافظة ذي قار وبالناصرية، وشون انكتلوا المتظاهرين وكمية الغازات وكثير من الأمور. لكن المفرح في هذه المسرحية أن الشعب العراقي ما نسى، وراح يوثق، راح يوثق بكل مجال. ممكن أنه الأمم المتحدة وغيرها 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 ما تدير بال اليوم، يعني جنى هنس بلاس خارت من طلعت وقدمت إحاطة أن السلطات بالعراق استخدمت العنف و و و و و وقالت أنه أكو إجراءات حكومية إصلاحية جاءت متأخرة والشارع العراقي لا يثق بالسلطة. سجنن يعني هسه يلا انتبهتي أنه الشارع العراقي لا يثق بالسلطة؟ ما هم من يوم 11 ما مصدقين بهم، ومن قبلها، من قبل ما تصير ثورة تشرين هو أكو أزمة ثقة ما بين الشعب وما بين الحكومة. في كل انتخابات قدموا وعود وقدموا كثير من الأمور. قبلها صارت تظاهرات لو ما صارت، هسه يلا انتبهتي أنه أكو أزمة ثقة؟ أنت ولا الأمم المتحدة ولا الدول الأوروبية اللي قامت تستنكر استخدام القوة المفرطة مثل ألمانيا؟ تظاهرات البصرة سابقا شنو؟ وذي قار سابقا شنو؟ ميسان؟ تظاهرات المحافظات الست المنتفضة على شنو؟ ما كلها كانت اكو ازمة ثقة بين الشعب وبين الحكومة. عباس من ميسان، حياك الله. السلام عليكم استاذ حبيب. حياك الله اخوي، تفضل. قاعدة مرة تحب والله محافظة ميسان وخاصة الميليشيا العصائب قاعدة تكون بالناس مباشرة.
نعم. شيل عصا دمرونا والله. نعم. العصا بالساد. ايه. ايه هنا قاعد تشوف الناس والله واحد قاعد هنا واحد عايشهم. نعم. هذول الايرانيين. نعم نعم. ايه استاذ. نعم شكرا شكرا لك اخ عباس. اخ عباس يقول انه الايرانيين والعصايب هم اللي قاعدين يقتلون المتظاهرين في محافظه ميسان. برنامج صوتكم وحلقه اليوم عن ثوره تشرين وعن صمود اسطوري للثائرين بطرق سلميه بحته فاجات الجميع. فاجات السلطه، فاجات ايران، فاجات امريكا، وفاجات كل من يباوع للعراق اليوم شاشات التلفاز. هاي الحلقة مستمرة بس بها فاصل قصير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفناه قبل قليل هو في احدى مدارس العاصمه العراقيه بغداد، اطفال بعمر الزهور يبكي بحرقه على 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 بلده، على وطنه. تكتشف انه عنده وطنيه اكبر من اكبر سياسي موجود واصغر سياسي موجود بالعراق. علي من كركوك ويانا، حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. قال له تفضل اخويا تعال الهوى. انا مشكله ايران، ايران ايران دمرتنا دمار. نعم. ايه حياتي، ومشكله يعني احنا بلد يعني هيك يصير فيه والله جريمه. نعم. يعني صار ايرانيه اروح لاربيل يعني وهي بنفس شنو الفرق بين اربيل وبغداد؟ شنو الفرق بين السليمانيه وبغداد؟ يعني بس اذا عارف شنو الفرق هي بيناتنا. شوف اربيل غير دوله. نعم. اي نعم حياتي. تفضل اخوي علي. انقطع الاتصال يا الاخ علي، شكرا جزيلا. طبعا ورا ما طلعت جنن هنس بلاسخارت ممثله الولايات المتحده امريكا بالامم المتحده كيلي كرافت، قالت انا اطالب السلطات الحكوميه بحمايه المتظاهرين السلميين. صباح الخير. اكو اكثر من 700 استشهدوا بالتظاهرات خلال اكثر من شهرين، واكو اكثر من 21 الف مصاب. هسه يلا طلبين من الحكومه العراقيه حمايه المتظاهرين ورا شنو؟ ورا ما شفنا انه القنبله اللي تستخدم لتفريق المتظاهرين بشكل سلمي وتستخدم بطرق غير ما صنعت له، قنبله الغاز بحياتنا ما شفناها كتله احد، بس شفناها شقد شوهت بالعراقيين وشلون فاتت بالجماجم. هسه يلا جايه تحجون. ام ازهار من بغداد، حياك الله ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله.
بالنسبة أنا بالنسبة بس أعقب على هذا أبو عمامة الحكيم. نعم. ما يستحي، ما عنده خجل، هو واقف كل يوم واقف يحكي بالدين والإنسانية والقيم والمبادئ، وهو يروح يحرق الشباب ويقتلهم وبالسيوف وبالمواد بالقنابل بالضرب الحي. أنا أقول له أنت ما عندك ضمير، شلون تنام؟ انزعها لعمامتك أحسن لك، لأن هاي عمامتك ملوثة وجواها كل السفاهات مالتكم. بالنهار تلبسون عمايم وتحجون بالدين، وبالليل تروحون تفاهاتكم ويا النسوان، يعني أخلاق ماكو. ثم يعني إن شاء الله هذا كله ما يخوف هذا الشباب، بس هذا الدماء هاي اللي سالت كلها راح يشيل دماءكم أنتم، هم راح تأخذوها من دموع الأمهات ومن دموع الشهداء هذولا. والنصر إن شاء الله، النصر إن شاء الله هاي الشباب الحلوة اللي ما تهاب ولا تخاف، ولا هابت منكم ولا هابت من سيوفكم. نعم. ولا هابت من جيشكم، ولا وعدها ذيك القوة والإرادة والعزيمة. إن شاء الله الله ينصرها، دعاءنا مستمر إلها، دعاءنا مستمر إلها الشباب هاي الحلوة. إن شاء الله النصر الدائم، وإن شاء الله الخشو والعار إلك ولجماعتك والسليماني وهذا يومي اللي جايين هنا الإيراني. نعم. وهذه العامري والجعفري. بس شغلة واحدة أنا أقول، من قعدوا في البرلمان يبشون على البحرين ويقرون الفاتحة على البحرين، أنتوا عراقيين أول؟ اسالهم هم عراقيين؟ اشو ما حد قرا الفاتحه على هالشهداء الموجودين؟ دي يتعاركون من يريد يصير رئيس وزراء. ان شاء الله تجيكم ان شاء الله ضربه من فوق على المنطقه الخضراء وتفنيكم فني، وما تبقون ولا بحصره بقلبكم. وان شاء الله هاي الفلوس اللي اخذتوها من عندنا كلها نرجعها، وسموا طاعون بيكم باولادكم واولاد اولادكم. وان شاء الله النصر لنا، وان شاء الله احنا نحتفل بموتكم ان شاء الله يا رب. وانا اشكرك. شكرا لك ام ازهار. علي من النجف، حياك الله. حياك الله اخي العزيز، هلا بيك. معلومات تجي من داخل ميليشيات العصائب والجباء. نعم زين. بان اذا وصل الحد الى تغيير هذه الوجوه والعمليه، نحن السيد علي سيصدر فتوى يحق ان هناك مؤامره على المرجعيه وعلى المرافق، هذه هؤلاء الشله في الحكم. فهذه رساله الى احذروا بان هناك خطه ايرانيه مع المرجعيه ومع بريطانيا، مع المرجعيه وايران والاحزاب، بان اذا وصل الامور لا رجع له، بانهم خسروا السلطه وخسروا العراق، فتوى ويقولون هناك امر خطير يهدد المراقد. هذا يجب التنبيه عليه والانتباه. هؤلاء عندهم دهاليز وعندهم دسائس، الحذر من هذه المؤامرات. هم الآن يفكرون بألف مؤامرة وحيلة، إما لقمع أو وأد هذا بوحدها، إن شاء الله لن يستطيعون. أخ آفال أشكرك، الحكيم الجحيم الملعون الساقط الذي بدأ يقتل الناس على أساس إنهم عمه محمد باقر الحكيم، إن هدم الكعبة حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هم قتلوا ولم يفعل بالمرصد شيء. هل إنك أحسن من الله أم أحسن من رسول الله أم أحسن من علي؟ الله يقول إن هدم رسول الله يقول هدم الكعبة حجرا أهون من قتل امرئ. ما قتلتم عشرات وقتلتم المئات يا أخي، فقط حرقت لن تبقى بيدهم أوراق لتخويف الناس بأنما سيكون هكذا وهكذا. عملية سياسية لا يضحكون على الناس بانتخابات. نعم. انتخابات مبكرة. وأقول لجماهير الذين يسمعوا رافدين لا لنا حتى بمقتدى ولا بهادي ولا بالسستاني. أخي هؤلاء
يخدروننا من اجل يخدروننا من حقوقنا. الناس وعد الناس بعد ما تحيد ثقة. وسلامي للرافدين العزيزين. شكرا 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 لك. ايضا مشاهدينا الكرام، خرج ترامب بتصريح ويقول انه الحكومة العراقية اغلقت الانترنت خلال التظاهرات حتى لا تظهر صور القتل، وانهم يخفون شيء. وطلع بمؤتمر صحفي يقول انه العراقيين احتجوا ضد سياسيهم الا انهم قتلوا منهم الكثير واغلقوا الانترنت حتى لا يشاهد العالم جرائم القتل. المفروض ترامب ما يحكي، لان هو هم متهم، هو والقبله والقبله، لان هم اللي جابوهم، هم اللي حطوهم، وهم اللي سلموا العراق الى ايران، وهم اللي احتلوا العراق ودمروه، وهم اللي المفروض قانونيا واخلاقيا مساءلين عن كل هذا. علي من الناصريه، حياك الله يا علي. الله يخليك اخي. احنا خلينا نكون واقعيين. نعم. اول شيء التظاهرات هاي اللي بدات. الو السلام عليكم. وياك، تفضل اخوي تعال الهواء. احنا على مود المظاهرات هاي. ايه. بالنسبه لنا ما كانت المظاهرات. نعم. هاي وحده. وثاني شيء المناطق اخواننا السنه اللي هم ما نقدر نقول اخواننا بل انفسنا هم. نريد بيان رسمي لان هم مأيديننا حتى يصير صوره واضحه قد الاقليم، لان يقولون احنا هسه ما نقدر نغير الدستور. والمظاهرات هاي فقط من مناطق جنوبيه ما تهم العراق كله، وهذا غير صحيح. انا بالنسبه لي من ناصري. نعم. اروح للموصل واخواني بالموصل يقولون احنا قلبا وقالبا، بس احنا من نطلع يقولون علينا دواعش، وهي صحيحه. يعني هم في البدايه قسموا العراق على طوائف. نعم. وحدهم اسناد من ايران. وهذا واضح، احنا رافضين رفضا قاطعا، بس اكو شغله واضحه. ما الجهاد يعني يطلس الثاني جهاد ضد المتظاهرين، هاي مستحيله تستطيع ملعتها. لان احنا بعد شهر الثاني احنا بالنسبه لنا المظاهرين الاغلبيه تقلده، مستحيل اذا غطى جهاد ضدنا ما راح يبقى شيء احد يقلده، هاي واضحه. وبالنسبه للاحزاب مستحيل حزب يرجع ويحكم العراق لو تتقطع ارقابنا، هذا ما راح يصير. لان احنا بالنسبه لنا لو قتال ما راح توصل، لان اي جهه قاتلنا هاي خسرانه 100%. لان احنا مو بس متدربين، لا الجيش الامريكي ما يقدر نسحقه تحت. وريد خليه يسمع الناس. بالنسبه احنا كل دول الجوار العرب، احنا اصل عرب، احنا اصلنا من شبه الجزيره العربيه. اكثر نرجع شبه الجزيره العربيه يمنيين، يعني مثل ما تقول هاي العشائر نزهه بني خيزان، اكثر العشائر 100% للعرب. نعم. اريد الدول المجاوره اول شيء تعرف الخلاف بيناتها، قطر والسعوديه والامارات، هذا مو موضوعنا يعني احنا، بس احنا قاعد نتابعه مثل الصعي، نتابع الدول العربيه على قطر ان تجي للسعوديه وعلى البحرين والامارات واليمن بيصير اصلاح، مو ايران بيصير اصلاح بين اليمن والسعوديه. ترى هذا هم عيب علينا، عيب علينا. اسمع يقولون على اساس ايران في تتدخل ضغط على السعوديه وصلح وياها، ايران ما لها حق تتدخل باليمن، اليمن لها رجالها ولها العرب. وصح هذا حكي له مو صحيح. نعم. فاذا كانت العرب كلها تبقى العراق دولة عربية، واحنا احنا مشروع وطني عربي. حضن العرب لا، بل العرب ترجع لحضن العراق العظيم. وانا متاكد من نفتح حضننا للعرب اول دول في السعودية تجينا، هي تجينا مو احنا نجيها، لا تغرن بيها ولا تغرن بالدول. العرب ترجع للعراق لان هو تاج العرب. هم يفتخرون طبعا بهذا الشيء. انا ادري السعوديه تفتخر بشيء،
واحنا نعرف والطائفيه ماكو، يعني حتى لو طلع من شخص من شخصين احنا فيها، واحنا نبقى نقدر ندافع عن العراق الجنوب والشمال. اذا انا ادري هم اكو اكراد عندهم وطنيه، الفصاليين اللي هو مسعود قال انفصل وحرق العالم العراقي، مستحيل نفتح ومستحيل ينفصلون، لان العراق هو يتحكم بالاقليم، هو يتحكم بكل شبر من العراق، وترجع العلاقه سوريا ترجع ونبقى العراق القديم العراق الابي. والمظاهرات ممنوع حزب اي كان شارك بهاي الدوله من 2003 لحد الان، مستحيل يرجع واحد من عندهم ولا اسم لهم، وما اريدهم شلع، ما نعرفهم وين صايرين. والله العظيم الملابس اللاتينة اغلى من عندهم، الملابس اللاتينة اغلى من عندهم، وما اريد هسه قاعد يقولون احنا نريد نبدل الرئيس. هذا مرفوض رفضا باتا، وحتى لو تروح دماء اكثر من هذا. نعم شكرا، واحنا مستعدين نضحي. نعم شكرا 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 لك اخ علي، بس ما اريد الوقت يدركني، عندي رسائل واتساب كثيره. قبل ما اقرا رسائل الواتساب، تعرفون ليش السلطه او الحكومه او ما يسمون نفسهم كتل واحزاب وحكومه خايفين؟ احلى شيء اليوم لما المتظاهرين يصدرون قرار عن طريق اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، ويصدرون تحذير لمديري المنافذ الحدوديه والمطارات من السماح لما يسمى بقائد فيلق قدس قاسم سليماني بالدخول الى العراق بالمستقبل، وانه باسم الثوره والثوار يمنع دخول سليماني من دخول المنافذ الحدوديه والمطارات، وبشكل خاص مطار النجف ومنفذي الشلامجه والمنذريه. هذا هو اللي مخوفهم. رسائل الواتساب، عندي اول رساله وصلتني اليوم تقول: تحيه طيبه لقناه الرافدين قاهره الفاسدين، قام بعض النواب من كتله سائرون بارسال كتاب تنازل، وهذا هذه اول خطوات ركوب موجه الثوره، الحذر منهم، فهؤلاء مشتركين بقتلكم وسرقتكم طيله 16 عاما. تحياتي، اني اخوكم الثائر جبار مجيد ابو حسن من ذقار المشلبيه. تحياتي لقناة المفضلة شجاعة، مطلبنا الأساسي هو تغيير منظومة سياسية فاسدة ومجرمة بالكامل، وليس تغيير رئيس وزراء. نقول لرئيس الوزراء من الساحات معناها أنه إحنا نعترف بهذا النظام المجرم والفاسد. تحياتي أخوكم المنتفض إجواد راجي نزال أبو محمد من ذقار حي الفداء. رسالة أخرى تقول: تحية لقناة الرافدين وإلى كادرها من أمريكا، أنا عماد فيصل. تحية لثوار العراق الذين سطروا أروع ملاحم الصمود والرحمة لشهداء العراق والخزي والعار للخونة والعملاء. رسالة تقول: أنا أرجو من محكمة عادلة أن تحكم بإعدام المالكي المجرم. رسالة تقول: أنا أخذكم من الأحواز من المعجبات في برنامج صوتكم وبقناة الرافدين. الله يحفظ العراق إن شاء الله، حياك الله وحيا الله إخواننا العرب في قضاء الأحواز. علاء النشمي من النمسا يقول: تحية حب وإخلاص لقناة الرافدين الحرة وإلى كادرها الثائر. ثورتنا ثورة اختلفت عن سائر الثورات في كافة أنحاء العالم لما تحمله من عفوية وصدق، إنها ثورة المتضررين الصابرين الحلماء، وقد صدق المثل الذي يقول: خوفك من الحنيم إذا غضب، وشعبنا الآن غاضب، وبعد هذا الغضب سيجني شعبنا الجبار النصر إن شاء الله. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم علي شريفات من الأردن. حياك الله وحيا الله أخواننا من الأردن. أقول: بارك الله بكم قناة الرافدين على جهودكم مع أخوانكم المنتفضين العراقيين الأبطال، لا شكر على واجب أخ علاء. رسالة أخرى: ألف تحية وسلام لكم ولقناتكم الراقية، أنا إيمان النشمي من النمسا. اليوم يوم التحرير، الحكومة الجديدة قادمة من صنع هذا الشعب ومن بين أبنائنا الشجعان اللي صاروا مثالا للشجاعة بكل أرجاء العالم، شعب لا مثيل له. الحكومة اللي بالخضراء سقطت وهي تتنفس آخر أنفاسها، ويكفيهم قتلا للأبطال، سيسحلون بعون الله. رسالة أخرى عاجل من مصدر من داخل مكتب علاء أبو الحسن العلاق: تستنفر السفارة الإيرانية كل قدراتها وإمكانياتها لإنشاء عدة أماكن بديلة لها بمساعدة العلاق، حيث وجه أتباعه باستئجار دور كبيرة. رسالة أخرى: السلام عليكم، أنا أخوكم عمار العقابي. عدة مرات أبعث رسائل من بغداد، بس ما يا أخي أقسم لك الكلام، من ناشط مدني متظاهر وشاهد الحدث بأم العين من النجف الأشرف، يقول أن المرقد مال محمد باقر الحكيم هو معمل للمخدرات، ومن غير الشباب المخطوفين. شكرا لكم وأحيي قناتكم على هذا البرنامج الجميل.
السلام عليكم، أنا أبو أوس من تركيا. أهم من يقول بأن استقالة عادل واهم من يقول أن استقالة عادل عبد المهدي هي بسبب مواقف المرجعية، بل تم التغيير بدم الشهداء والجرحى والمواقف البطولية لشباب الانتفاضة. رسالة أخرى، السلام عليكم، شلونك أخي؟ أشكرك وأشكر قناة الرافدين الشريفة. هذه الأغراض المفروض تصير مقدسة وتبقى للأبد ونعتز بها وما ننسى تضحياتهم للبلد. أتوقع أبو عمار أتوقع الشخص يتكلم عن معرض الشهداء اللي صار في ساحة التحرير. السلام عليكم أستاذ أفن، إن شاء الله انتصار الثورة لثورة تشرين. أنا أخوكم شيخ حيدر من البصرة، حياك الله. السلام عليكم أخي، أشكركم للمحاضرة حول وثبة 48 وربطها بثورة تشرين الجبارة. أتمنى أن تثقفوا جماهير عراقنا بمعركة ذي قار بمناسبة مجزرة ذي قار، ذلك أنها المعركة الحقيقية التي هيئت لمعركة القادسية الأولى الجبارة، حيث أن سببها أن الفرس نصبوا حاكم فارسي على العراقيين، وكان التاريخ يأبى أن لا يعيد نفسه بصورة أو بأخرى. أنا الدكتور ماهر الحمداني، حياك الله دكتور. رسالة أخرى، أنا فاتن من ألمانيا، نشكر قناة الرافدين اللي تنقل أحداث أول بأول. الله يرحم الشهداء العراق والله يحفظ الأبطال المتظاهرين، وأشكر كل كادر في قناتكم العزيزة. السلام عليكم، يبدو أن الطبقة السياسية اللي أنتجت حكومة فشل وما زالت تعتقد أنها قادرة على خداع الجماهير والمراهنة على الوقت، هذه العقلية الساذجة المتمسكة بحكم لا يمكن أن تلبي متطلبات العراقيين في ساحات التظاهر أو غيرها ليرحلوا ويريحوا الناس وإن كانت لهم ذرة من دين أو شرف، يحفظوا دماء الشباب. أنا رياض البياتي من بابل. السلام عليكم، أنا أريد أعرف من اللي أسس هذه الميليشيات والجيوش التابعة لهم؟ أليس الفتوى التي أصدرها السيستاني ونصب منهم ألوية وضباط؟ كان العامري شخص واحد وأصبح الآن آلاف عامري باسم الفتوى وغيرهم من قيس وجزائري و و و و أم هيثم، قصرت الغيرة كلها، فدوى لدموعك يمة. طعمة الشريفي من الأحواز، حياك الله أخ طعمة وحيا الله أخواننا بالأحواز. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، تحية لكم ولقناة الرافدين والمشاهدين. اليوم أوجه رسالتي إلى الشعب صاحب الحضارات والتاريخ. أيها الشعب الأصيل، عجبت بشعب علم الإنسان القراءة والكتابة وقيم الإنسان، تخرج منه فئة ضالة تصبح عبيد وخدم بيد الأجنبي ويترك بلده تنهش به الغربان والضباع، والله ناصر الثوار. آخر رسالة من السعودية أقراها، نواف العتيبي، حياك الله أخ نواف وأخواننا العرب في كل بقاع الأرض. يجب أن يدرك جميع الشعب العراقي أن الصنم السيستاني الإيراني وابنه ونوابه هم سبب كل معاناة العراق طوال 16 عاما، وأنهم العقبة الكبرى التي تحول دون تحقيق مطالبه، لأنهم الذين يريدون البلد كوكلاء للفرس والإنجليز، لذا على الشعب أن يتعامل على هذا الأساس معهم. شكرا لكافة اللي كتبوا رسائل ما قدرت أقرأها لأنها كثيرة وأدركنا الوقت. شكرا للمتصلين اللي اتصلوا البرنامج. ثورة تشرين ما زالت مستمرة، ما زال الثوار يكتبون ما راح يحصل بالعراق ومستقبل العراق، لكن شنو اللي راح يحصل يمهم هم مو يمنا. تابعونا إن شاء الله في حلقة جديدة يوم غد، إلى اللقاء.